إذا شكرا. بداية الحوار دكتور نهاد، يعني هو أسلم طريق لحل أي مشكلة أو معضلة، لماذا يا سيدي تتجنب الحكومة البريطانية التفاوض أو الحوار مع النقابات العمالية من وجهة نظرك؟ شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الحكومة البريطانية بالواقع تتعامل بطريقة غير عملية وغير منطقية مع اتحادات العمال. يجب الجلوس مع اتحادات العمال والنظر في مطالباتهم، ولكن عدم الاستجابة الكاملة لكل ما يطلبون، لأن هذا سيشجع اتحادات عمال مختلفة أن تطالب بنفس النسبة في زيادة الأجور. نحن نقدر لماذا يحدث ذلك. تكلفة غلاء المعيشة في بريطانيا، أزمة الطاقة، أزمة الغذاء، كلها جعلت خفضت القوة والتضخم، القوة الشرائية للمواطن. أعطيك بعض الأمثلة. مثلا أسعار الكهرباء ارتفعت 66% هذا العام منذ فبراير أو منذ غزو الروسي لأوكرانيا. أسعار الغاز 129%، المواد الغذائية 33%، المواد الغذائية الأساسية 18%، ولكن نسبة ارتفاع الأجور بشكل عام المعدل كان 5.7%، فالمواطن يشعر أنه غير قادر على مواكبة ارتفاع تكلفة المعيشة، ارتفاع الأسعار، الطاقة، أسعار الغذاء. بريطانيا كحكومة، حكومة المحافظين، منذ 2010 أهمل أمن الطاقة، أهملت الأمن الغذائي لأنها كانت في الاتحاد الأوروبي وكانت المواد الغذائية تأتي بسعر رخيص في متناول غالبية الناس، لذلك لم يتخذوا إجراءات ولم يتوقعوا أن تمر أزمات كبيرة مثل أزمة الكورونا التي استغرقت عامين وكلفت الخزينة البريطانية 400 مليار استرليني في دعم الاقتصادات، دعم المواطنين والشركات وغير ذلك. وربما لم يتم الأخذ بمشورة السادة الخبراء في بريطانيا. دعني أرحب بسيد طالب العواد، الباحث في الملتقى البريطاني الأوروبي. أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أبدأ معك من أصحاب اليقات البيضاء، منهم على سبيل المثال ناظم الزهاوي، ولا يخفى على أحد أيضا ريشي سوناك، ولكن نتحدث عن ناظم الزهاوي تحديدا، رئيس حزب المحافظين. هو أنحى باللوم مرة أخرى على الحرب في أوكرانيا في تأجيج ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، ودعا العاملين في القطاع العام إلى التكاتف. وهناك من يقول إن هذا التبرير هو جزء من موقف سياسي للحكومة البريطانية. لماذا برأيك على جميع البريطانيين أن يدفعوا الثمن؟ بالبداية تحياتي سيدتي لك وللضيف الكريم ولمشاهدي قناتكم. بالتأكيد ما ذكر الزميل نهاد بالتأكيد بالكثير من الصحة أو ما يعيشه المواطن البريطاني، لكن الأخطر في تقديري وفي تقدير كل المراقبين وخاصة المراقبين السياسيين والاقتصاديين أنه البلد ذاهب إلى وضع اقتصادي مرير وإلى حركة إضرابات واسعة وإلى فارق طبقي كبير بين ما هو موجود وخاصة في مسألة ارتفاع نسبة الضرائب. هذه مسألة. أما الشماعة الحقيقية هي مسألة بالتأكيد الحرب الأوكرانية أثرت بشكل كبير ليس على بريطانيا فقط وأثرت على أوروبا. التأثير الكبير في تقدير كل المراقبين هو خروج بريطانيا من البريكس أو المجموعة الأوروبية، هذا الجانب، بالإضافة إلى جانب بنيوي، وهذا هو الأساس. الجانب البنيوي لدى حزب المحافظين أنهم لم يحل الكثير من المشاكل الاقتصادية وأيضا السياسية، لذلك مثلا العلاقة مع أوروبا، العلاقة مع إيرلندا، العلاقة مع اسكتلندا، كل هذه المسائل المجتمعة تؤثر بالوضع، بالإضافة إلى الكوفيدا، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية المكلفة. يعني الآن دافع الضرائب البريطاني يتحمل الكثير من الأعباء في الحرب الأوكرانية. لذلك في تقديري ها
هذا التملص أسميه، الخروج لبعض القادة من حزب المحافظين ويحملها على رئيس، أي رئيس وزراء. يعني خلال 6 شهور احنا شفنا تغيروا 3 رؤساء وزراء ولم يجدوا الحل، ولا رايح يوجد الحل، لأن بريطانيا خلل. بالفعل حطمت كافة الأرقام القياسية فقط في عام 2022، إذا كنا نتحدث عن ارتفاع نسبة التضخم أو حتى تراجع نسبة النمو. يعني حتى بنك إنجلترا رفع نسبة الفائدة حوالي 8 مرات في عام 2022. دعني أرحب بسيدة ميرفت خليل، عضو في حزب المحافظين، تنضم إلينا من لندن. سيدة ميرفت، سأعيد عليك سؤال سألته للدكتور نهاد في بداية هذا النقاش، مسألة اللجوء لحوار. لماذا لم يلجأ أو لم تلجأ الحكومة البريطانية حتى هذه اللحظة إلى بداية مفاوضات حقيقية أو بداية حوار يمكن أن يستجيب لمطالب العمال ومطالب النقابات العمالية تحديدا؟ لماذا اللجوء لاستدعاء الجيش خوفا من هذه الإضرابات يعني والمساعدة في يعني النقص الحاصل بسبب هذه الإضرابات من وجهة نظرك؟ مساء الخير على حضرتك أستاذة رومانة وعلى ضيوفك الكرام، يعني أساتذتي طبعا. ولكن يعني طبعا حزب المحافظين يلجأ دائما للحوار، يعني احنا اللي بنسمعه طبعا ده بيبقى الشو الإعلامي اللي لابد أن يصطحب أي مشكلة من المشاكل، ولكن إنهم فعلا يلجأون للحوار بدليل إن هو تحاور معهم بالفعل وطلب منهم إن هم يعني يتريثوا وإن يكون في يعني أسلوب متحضر للحوار، وإن يعني المشكلة لن تحل بالإضراب. وأيضا هناك ولكن في نظرة هذه أخرى النقطة للإضراب، الحكومة يعني لم إحنا تدخل في بنعتقد أي أن حوار مع النقابات يا سيدتي. أسفة، ممكن يعني معلش في هذه حضرتك، النقطة تحديدا سيدة ميرفت، الحكومة لم تدخل في أي حوار مع النقابات، وإنما يعني تحدثت عن تصعيد بشكل أو بآخر يعني. لا يعني الكلام طبعا اللي احنا بنسمعه في الإعلام يعني لا يكون دولة، ولكنها دولة ولها مجلس وزراء منهم المحافظين ومنهم من حزب العمال، ويتحدثوا دائما وفي لقاءات دائمة مع كل الجوانب، سواء مثلا من منظمات المجتمع المدني مع الحكومة أو من الحكومة مع النقابات، وهذا يحدث بشكل دوري، يمكن مش بالطريقة أو الشكل التي أو الشكل الذي يرضي النقابات ليحقق لهم ما يتمنوه، ولكن طبعا احنا عارفين ان في مشكله يعني تواجه بريطانيا، لا يعني لا نستطيع ان احنا ننكر هذه المشكله، وليست فقط بريطانيا ولكن العالم كله، تداعيات كثيره جدا واحده تلو الاخرى جعلت من جميع الحكومات في جزء انستابيليتي، في جزء غير يعني غير مستقر، فلازم احنا نعترف بالكلام ده. نسمع عن الاضرابات ونسمع عن خطورة الاضرابات، ولكن هناك يعني حد ادنى للاضراب، فجزء زي مثلا ال NHS او الناشونال هيلث سيرفيس، احنا مش هنقدر نقول انهم سيضربوا هنلاقي المستشفيات فاضية او لا توجد هيئة تمريض او لا يوجد مثلا في الانتنسيف كير الاستاف للعناية، ولكن سيكون هناك تأثير، مش هننكر ان هيكون هناك تاثير، مش هننكر ان هيكون هناك تاثير في البابليك ترانسبورت او المواصلات العامه، ولكن هناك حد ادنى ايضا طيب للتعامل في سيدة هذه، ميرفت، يعني هناك بنلاقي أسباب واضحة لهذه الإضرابات. إذا حتى تحدثنا عن مسألة الأجور وحتى المطالبات برفع الأجور هي مطالبات منطقية لما يعانيه الداخل البريطاني من أزمات اقتصادية، لماذا لا تحاول الحكومة حل هذه الأزمة؟ السيد الزهاوي يعني هو أعلن وتحدث، ورئيس الوزراء تحدث أن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بالقدر المطلوب، يعني وإن استطاعوا رفع الأجور قليلا ولكن لن يكون بالقدر المطلوب، لأن للإنفليشن والتضخم، احنا نسبة التضخم في بريطانيا وصلت 11.1%، لابد أن ينخفض
أو تنخفض هذه النسبة في أيوة. التضخم قبل أن يبدأوا في رفع الأجور. فرفع الأجور في هذه اللحظة، يعني هنرجع ولكن أو نعود بطبيعة مرة الحال أخرى يعني نحن لما نتحدث حدث عن في وقت سياسات رئيسة بريطانية. الوزراء السابقة لستراس. نعم، ونتحدث سيدة ميرفت عن ربما سياسات بريطانية للحكومة البريطانية مؤخرا، إذا كنا نتحدث حتى عن موقفها من الحرب الأوكرانية. والمسألة الآن، يدفع المواطن ثمن هذه المواقف وهذه السياسات؟ دعيني أشرك معنا دكتور نهاد. دكتور نهاد، السياسة التي يتبعها حزب المحافظين أو حتى ريشي سوناك، مسألة التصريحات الخاصة بقمع التظاهرات حتى الخاصة بأصدقاء البيئة، وليست الإضرابات فقط الذي استدعى من أجلها الجيش لحل هذه المسألة، وكأن سوناك يقول لمصاب سأضغط على الجرح ولكن لا تصرخ. كيف يمكن أن تكون نعم، هذه سياسة الحكومة البريطانية في عام 2022؟ بريطانيا تريد، الحكومة البريطانية تريد تنظيم عمل اتحادات العمال وتنظيم مسألة الاحتجاج والمظاهرات، لكن جماعات حماية البيئة عطلوا الحياة اليومية لكثير من الناس بإغلاق الطرق الهامة الحيوية مثل أجزاء من الام 25، ناس لا يستطيعون أخذ أطفالهم للمدارس أو الذهاب للمستشفيات. لذلك يجب كبح جماح هؤلاء المتحمسين للبيئة، لأن هناك طرق أخرى، ثم الذهاب إلى المتاحف ورش الدهان على لوحات فنية. هذا أمور غير مقبولة خارج القانون. لكن بالنسبة لتقاعس الحكومة، أعطيك مثل بسيط وهذا تعقيب على ما قالته السيدة ميرفت، أن الحكومة البريطانية تحاول أن تحل المشكلة، لكن أذكر في يوليو تموز وأغسطس آب الماضي مر مطار هيثرو بأسوأ أزمة خانقة في تاريخه، ولم يحرك جرانت شابس وزير النقل آنذاك ساكنا، ورفض أن يتقابل حتى مع اتحادات عمال سكك الحديد، وتركها لخلفه الآن. الآن بدأوا يتحدثون ويتفاوضون. لذلك الحكومة متقاعسة في الواقع، ويقع عليها اللوم الكثير. ثم مررنا بأزمة في سبتمبر أيلول، أزمة ليز تراس و كواسي كوارتينج، وضعوا برنامج مالي، ميزانية تاريخية أدت إلى سقوطهما، أدت إلى انهيار الاسترليني لأدنى مستوى منذ عام 1985، التضخم يزيد عن 11%، ثم أيضا عوائد السندات الحكومة التي عادة هي ضئيلة لأنها مضمونة وقوية ارتفعت بشكل كبير، وتدخل البنك المركزي لإنقاذ صناديق التقاعد، وهذا طبعا ساهم في الإطاحة بليز تراس. لذلك سياسات كارثية، أخطاء كبيرة، وتاريخيا أكبر خطأ تاريخي ارتكبته بريطانيا هو الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي قلص التجارة بنسبة 20% بين أوروبا والاتحاد الأوروبي. وحسب مكتب المسؤولية الميزانية الأو بي آر، يقول أن الاقتصاد البريطاني أو الناتج الإجمالي المحلي البريطاني يخسر 4% نتيجة للخروج من الاتحاد الأوروبي. لذلك هذا قرار كارثي. الآن النسبة 56% يريدون الرجوع والانضمام للاتحاد الأوروبي، 19% ندموا على التصويت من أجل الخروج لأنهم اكتشفوا أنهم الشعب هو الخاسر. لذلك هذه قرارات خاطئة، كما قلت سابقا كان هناك إهمال طيب، للطاقة، إهمال للأمن الغذائي. إذا نحن نتحدث عن قرارات خاطئة هي ما تسببت بما يحدث الآن من كارثة اقتصادية في بريطانيا. دعني أشرك سيد طالب العواد. سيد طالب، هناك من يتهم الحكومة بالمحافظة على بقاء حزب المحافظين في السلطة مقابل تحمل المواطن التكلفة الباهظة. لماذا لا تستطيع الحكومة الحالية والسابقة والتي سبقتها تسيير شؤون البلاد وحل الأزمات الاقتصادية من وجهة نظرك؟ تاريخيا
حزب المحافظين هو يرفض كل أشكال الإضرابات. لا ننسى، خلنا نرجع للتاريخ قليلا، كيف سحقت تاتشر إضرابات عمال الفحم في ويلز، سحقتهم حتى العظام يعني، وهناك حوادث قتلى يعني، يعرف التاريخ لا ننسى التاريخ. يعني حزب المحافظين له تاريخ مشين أزاء الإضرابات العمالية. الآن الخطر الكامن سيدتي، الخطر الكامن أنه بالان اتش اس حوالي 300 ممرض وممرضة يطالبون بالإضراب، ومثل ما تفضلتي أنه الحكومة عازمة على إنزال الجيش في هذا القطاع، والكثير من هذا القطاع بدا يتمرد ويخرج من هذه من 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 نتيجة الوضع الاقتصادي الذي يمر به الشعب البريطاني، بدا يخرج. وأكو نكتة تقال أنه أذهب إلى نيوزيلندا أو أستراليا الراتب 3 أضعاف عن ما هو موجود والحياة أكثر رفاهية. لذلك في تقديري الآن بريطانيا تمر في أزمة حقيقية، يعني نفس الأزمة التي مرت في عهد 1950-51، أزمة بعد خروجها من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة، ارتفاع يعني العايش في بريطانيا ارتفاع جدا جدا كبير في كل الأسعار في كل المنتجات، كما ذكر الزميل نهاد هناك أرقام يعني فلكية بالارتفاع. لذلك هذا سوف تؤثر بهذا الشكل، ولذلك لا أرجع وأقول هو خلل بنيوي لدى هذه القوة، لدى هذا يعني لدى حزب المحافظين، ولدى يعني من استلموا السلطة لحد الآن خلال هال4 سنوات المضت لم يحققوا أي إنجاز اقتصادي، العكس هو الصحيح، هناك تدهور في كل المواقع الاقتصادية، هناك تدهور أيضا في البيئة، وهذه مسألة جدا جدا مهمة، ارتفاع الطاقة، ارتفاع كذا، يعني مسائل كثيرة. أرجع وأقول لا توجد حلول سحرية لدى المحافظين، لا توجد حلول سحرية. ولكن السؤال هنا، وهل توجد هذه الحلول السحرية لدى حزب العمال؟ دعني أشرك معنا سيدة ميرفت في هذه النقطة. سيدة ميرفت، لماذا يتم التغاضي عن المشكلة الحقيقية؟ يعني الواقع يقول هناك فشل، المعروف أن الاعتراف بالمشكلة أول خطوة بالحل. ما كيف يمكن حل هذه الأزمة حينما نتحدث عن حزب المحافظين؟ وهل يمكن أن يكمن الحل في حزب العمال من وجهة نظرك؟ وجود المشكلة الكبيرة جدا، لأن هي مشكلة عالمية. يعني إحنا إذا نظرنا للموقف الحالي في جميع دول العالم فسنجد أن هذه هي مشكلة عالمية، يعني يتداولها جميع الحكومات. يعني هنشوف فرنسا، هنشوف أمريكا، هنشوف ألمانيا، فسنجد يعني بين دولة وأخرى سنجد كثير من المشاكل التي لم نعتاد عليها من البغض ذات الاقتصاد. المشكلة عالمية لا يبدو بأن الشارع البريطاني سيقتنع به سيدة ميرفت. أعلم جيدا، الشارع البريطاني طبعا الشعب له حقوقه اللي هو دايما بيطالب بيها. الحكومة حكومة حزب المحافظين يعني تفعل قد أقول يعني ما بوسعها إن هي تساعد الشخص المواطن البريطاني بعمل حزمة من المساعدات، سواء في مجال الطاقة، يعني حزمة المساعدات في مجال الطاقة لحد مثلا سبرينج 23، لحد يعني فصل الربيع 2020، وبيقولوا ان هم يعني لا يتوقعوا ان أزمة الطاقة ستستمر اكثر من ذلك. ولكن احنا لا ننكر ان هناك مشكلة ولا بد ان يتطرقوا لها، ولكن المشكلة الأكبر أن الحزب المعارض والذي يعارض دائما ليس عنده الحلول، ليس عنده يعني he doesn't have the magic wand زي ما بنقول، معهوش العصا السحرية، وليس هناك أي يعني أي خطوات أو أي خطط تقول أن إذا انتقلت يعني رئاسة الوزراء إلى حزب العمال سنجد الحل. طب دعيني أسألك وإلا كان وبي. سيدة ميرفت، هل برأيك أو بمعلوماتك تأثرت حصة المساعدات الخارجية في هذه الميزانية الحالية
يعني كنا بانتظار أن تتأثر هذه الحصة مقابل مسألة رفع الضرائب على المواطنين. طبعا هذه يعني نقطة حساسة جدا، لأن معظم الشعب البريطاني بيرى إن إذا كانت البلد في ضائقة اقتصادية عظيمة جدا فلابد أن تقل حزمة المساعدات الخارجية، من المفترض، ولكنها لم تتأثر، حتى ولكنها المقدمة لأوكرانيا لم تتأثر على الإطلاق يا سيدتي. طبعا يعني هذا حقيقي، ولكن يعني احنا مش عايزين ننسى ان دي اتفاقيات دولية، وتقديم المساعدات بيبقى لها اتفاقيات دولية، رئيس الوزراء او الوزارة الموجودة لا تستطيع ان هي تسحب نفسها من اتفاقيات دولية ملتزمة بيها، زي ما كانوا مع الاتحاد الأوروبي وكان هناك مشاكل وكان هناك ريسيشن، وكانت برضو بريطانيا كانت في موقف لا تحسن عليه، ولكنها ولكنها ملتزمة بقوانين ملتزمة تحمي بقوانين. حقوق الشعب البريطاني على الجهة المقابلة. دعيني أشرك معنا دكتور نهاد. دكتور نهاد، هل المشكلة بالأشخاص أم بالسياسات؟ يعني المحافظون يحكمون من سنوات عديدة، والنتيجة هي ما نراها اليوم وما وصلنا إليه اليوم. هل بالأشخاص أم بالسياسات أصلاً؟ الأشخاص يمكن إزالتهم واستبدالهم كما حدث لليزا تراس وكواسي كورتن، لكن التوجه العام لحزب المحافظين، يعني دعني أقول أن العصر الذهبي لحزب المحافظين ذهب مع ذهاب مارغريت تاتشر. منذ ذلك الوقت رأينا ديفيد كاميرون، رأينا بوريس جونسون وغيره، يعني حوالي ثلاثة أو أربع رؤساء وزراء، ولكن فشلوا في حل مشاكل بريطانيا. بريطانيا كانت أكبر خامس اقتصاد في العالم، الآن هي رقم ستة لأن الهند حلت محلها. لندن كانت أكبر بورصة وسوق مالي في العالم، الآن باريس أصبحت أكبر مركز للأوراق المالية والأسهم في أوروبا. الآن بريطانيا تواجه ركود اقتصادي حسب اعترافات بنك انجلترا، ذا بانك اوف انجلاند المركزي، وحسب ايضا تاكيدات صندوق النقد الدولي. بريطانيا تتجه الى الاسفل، تتجه جنوبا اقتصاديا بالمعنى الاقتصادي، وتتخبط سياسيا، لديها مشاكل، لديها تحديات كبيره، تبدا بالتضخم وتنتهي بالندم على الخروج من البريكزيت ومحاولة الرجوع إلى السينجل ماركت، السوق الموحد، وهذا ما يطلبه CBI، وهو تحالف الصناعيين الذي يمثل 200 ألف شركة في بريطانيا. لذلك السياسات الحالية والسابقة أدت إلى تدهور الأوضاع. فهل تعلمين جمانة أن الاقتصاد البريطاني هو أقل اقتصاد أداءً أو أقلها أداء ناجح في مجموعة السبعة، وفي مجموعة العشرين الاقتصاد الوحيد الذي رأى تقلصاً. لذلك بريطانيا في وضع سيء جداً، إذا لم يغ... ولذلك المحافظين فقدوا المصداقية الآن. لا أعتقد أن الحزب العمال لديه كل الحلول. في بعض سياسات حزب العمال غير مقبولة، مثلا فيما يتعلق بالإنفاق المفرط، لأنهم يعتمدون على الاقتراض وبضع عبء ديون على الأجيال في المستقبل، لذلك ليست كل سياساتهم ناجحة. لكن الآن حان الوقت للمحافظين أن يستريحوا من الحكم لعدة سنوات، ويعودوا حساباتهم، ويعيدوا النظر في سياساتهم وأدائهم، وكذلك لكي يكونوا يشكلوا حكومة أفضل ربما في نهاية العشرينات. ما رأيك سيد طالب العواد؟ يعني بنك إنجلترا أيضا بحسب الأرقام يقول أننا أمام تراجع لمدة عامين، كل هذا وحكومة المحافظين لا تقدم حلولا وإنما تعالج المشاكل بمشاكل أكبر. ما رأيك، هل يمكن أن تكون العصا السحرية في يد حزب العمال؟ لا اعتقد ذلك، لانه حزب انا سبب، يعني اخبرتك سيدتي الفاضله،
وراح تحكي بشكل شعبوي وتحليل سياسي اكثر من ما هو اقتصادي. هل هذه الحكومات ان كانت عماليه او محافظين يخرجون من التدخل الخارجي المكلف؟ يعني تدخلوا بافغانستان، تدخلوا بالعراق، تدخلوا في كل موقع، هذا مكلف عسكريا واقتصاديا ويؤثر بهذا الشكل او بذلك. هل هذه السياسه، يعني هاي السياسات لدى العمال او لدى المحافظين الخروج من هكذا ازمات والحرب الاوكرانيه المكلفه على المواطن البريطاني احد اسباب التضخم هو دخول يعني المساعدات الماليه الكبيره لدافعي الضرائب البريطانيين؟ انا اعتقد وبشكل جازم اقول لا توجد حلول سحريه في المنظور القريب، لكن اذا هناك اكو جديه، يعني الان السياسه البريطانيه مع الاسف لا تختلف عن سياسة حكومات العالم الثالث، هي الفعل ورد الفعل، يعني طيب يعني فعل معين ورد فعل. أما بالمنظور الاستراتيجي لم تضع خطة لحل الأزمات. لحد الآن لم نرى مركز دراسات بريطاني، وأكون يعني كليتنا ملامسين لذلك الفعل، لم نرى مركز دراسات بريطاني قدم حلول في المرحلة الآنية والمستقبلية. يعني فقط هناك مراكز بريطانيا مشهورة بمراكز الأبحاث سيد لم طالب، نرى ولكن مركز. ربما سلا يستمعون للمشورة. ولكن أعود لنقطة أشارت إليها سيدة ميرفت بل أكدت عليها فيما يتعلق بعدم تأثر الحصة الخارجية، حصة المساعدات الخارجية. هل من المنطقي أن لا تتأثر هذه الحصة في الميزانية البريطانية، بل تتأثر الضرائب وترتفع على المواطنين يا سيدي؟ سيد طالب السؤال لك. نعم سيدتي، المواطن الآن، شوفي أي مواطن يعني بالعالم خصوصا الغربي وانت عايشة هنا، يلامس جيبه، يلامس جيبه، عنده ملامسة جيبه، حتى عندما يذهب إلى الانتخابات يلامس جيبه، يعني يهم البرامج السياسية، يهم البرامج الحزبية التي لا تلامس جيبه. الآن المواطن البريطاني ثقل عليه جدا جدا كبير، ليس فقط الضرائب، هناك الكثير، يعني قطاع النقل بارتفاع مثل ما ذكر السيد نهاد، كل القطاعات ارتفاعات مهولة وأرقام فلكية، يعني أرقام حتى غير صحيحة، يعني نسبة التضخم يقال 10 فاصلة وهناك من يقول واصل إلى 13.4. طيب. يعني هذه الأرقام تؤثر على يعني على البريطاني، على وهناك شريحة جدا جدا كبيرة من الشعب البريطاني الآن تعيش في حالة فقر مدقع لا تختلف عن ما يسمى بالعالم الثالث. لذلك أنا أعتقد، أرجع وأقول لك، هذه يعني الآن الكاريزما الموجودة لدى هذه القوة السياسية الموجودة وعلى رأس الحكم، ليس الكاريزما السياسية الموجودة لدى قوة سابقة، يعني لا توجد حلول الآن. هم الآن يعني يعني خلال فترة وجيزة أختي حاولوا بشكل وبآخر أن 3 حكومات تبدل ولم يوضحوا برامج، يعني ولا واحد من هاي الحكومات طرح برنامج للحل، فقط طيب. فعل ورد فعل، وهذا خطأ معدودة. نعم. لذلك أرجع وأقول، فالشغلة مهمة، هو الخلل داخل المنظومة الفكرية لهذه القوة. هل الخروج من هذه المنظومة الفكرية الخاطئة، الخروج المستعجل، أنا أعتقد مطلوب، ويعني مثل ما ذكر الرجوع بمسألة البريكس. طيب. هذه مسألة جدا مهمة، الرجوع إلى مسألة مهمة جدا، عدم التدخل الخارجي المكلف. تدخلهم الخارجي مكلف مكلف مكلف، ويتحمله المواطن البريطاني. طيب، ما رأيك سيدة ميرفت؟ يعني هو أشار بأنه لم يعد في جيب المواطن ما يكفي، سيد طالب أشار لذلك، وبصورة أخرى السياسيون البريطانيون يعتقدون في نظر البعض بأن التدخلات في ملفات خارجية هو جزء من بقاء بريطانيا قوة كبرى، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما، ما رأيك؟ يعني أنا بعتذر طبعا لأن الزملاء أنا مش قادرة أسمعهم، يعني أعتقد في مشكلة في الإنترنت، فمش قادرة يعني إن أنا أرد على تعليقاتهم. ولكن بالنسبة لسؤال حضرتك، طبعا بريطانيا العظمى لها يعني لها موقعها الاستراتيجي سياسيا واقتصاديا في بين دول العالم.
نعم و سيدي. وطبعا يعني موقع بريطانيا يعني من أكبر الدول، أعتقد أنها لن تتخلى عن هذا الموقع بسهولة مهما واجهت من تحديات. ممكن يكون يعني في exaggerating شوية، أو يعني واضح سيدة ميرفت. ملاحظة سيدة ميرفت جمال، أنا عندي خليل، صغيرة عضو حزب ملاحظة المعارضين، واحدة عندي شكرا ملاحظة جزيلا لك واحدة على تشريفك لنا. وسيد طالب العواد، باحث في الملتقى الأوروبي البريطاني، كنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. دكتور نهاد إسماعيل، كاتب متخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية، شكرا جزيلا لكم. لك سيدة. إذا تابعونا، ولكن بعد الفاصل لنستكمل النقاش، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونعود لاستكمال النقاش، ولكن نتوقف عند ما قاله الكاتب البريطاني جيمس مور، إن حزب المحافظين اليوم يبدو وكأنه سقط في دوامة الموت، ويبدو أن ذلك قد أدى إلى عملية انفصام نهائي للحزب عما يجري في البلاد واقتصادها. ويضيف أن بعض نواب حزب المحافظين غير المعنيين بتلك التداعيات ويقضون وقتهم مع خبراء توظيف على أمل إيجاد فرصة عمل بعد الهزيمة المتوقعة في الانتخابات العامة المقبلة، فيما يركز آخرون انتباههم على عمليات التآمر والاقتتال الداخلي والسعي ربما للانتقام. ويضيف الكاتب جيمس مور: لا تقنعوني بأن النواب يشعرون بما يشعر به المواطن العادي، لأن رواتب النواب والتي تبدأ من 84,000 جنيه استرليني سنويا إضافة إلى تعويضات عن المصاريف، يجعل من وظيفة النائب مصلحة مربحة حتى بالنسبة إلى أولئك الذين لا يمتلكون عملا إضافيا. عامان اثنان يفصلان بريطانيا عن موعد إجراء انتخاباتها العامة المقبلة، وهي فترة طويلة يمكن خلالها أن يلحق بالبلاد مزيدا من السوء من قبل حزب منفصل عن الواقع يبحر من دون دفة أو شرع. لماذا وصل البريطانيون إلى هذا المستوى الاقتصادي والسياسي؟ ومن يتحمل مسؤولية ما حدث من تداعيات أثرت سلبا على المواطن؟ وما هي يا ترى الحلول الواقعية لوقف حالة التراجع التي تمر بها البلاد؟ وربما تساؤل آخر: هل أصبح حزب العمال جاهزا الآن لاستلام السلطة؟ ينضم إلينا من كامبريدج دكتور مكرم خوري مخول، أكاديمي متخصص في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور أهلا بكم. مكرم على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، مسألة أن حزب المحافظين فشل بالفعل، طيب هل أصبح حزب العمال جاهزا لتسلم السلطة في بريطانيا؟ يعني على المعارضة الإجابة عن أسئلة صعبة حول خططها المتعلقة بالضرائب والإنفاق والأزمات الاقتصادية التي تعانيها بريطانيا، ما رأيك؟ نعم، هذا السؤال هو عبارة عن يعني شيء يركز على الحل وليس على المسببات التي أدت إلى انحدار بريطانيا إلى هذا المستوى الاقتصادي الخطير جدا. هل فعلا حزب العمال مستعد؟ أعتقد أن هناك مؤشرات أن حزب العمال مستعد، ولكن لم نكتشف حتى الآن برنامجا كاملا متكاملا من حزب العمال، إن كان ذلك حملته الانتخابية أو برنامجه المتكامل للانتخابات القادمة. ولكن هذا الأمر لا يتعلق فقط، أعني أن فوز حزب العمال في الانتخابات القادمة لا يتعلق فقط بحزب العمال. أحيانا أستاذتي الكريمة كما تعرفين يصوت الجمهور ضد الحزب الموجود بالسلطة وبدون أن تكون هناك حلول واضحة من طرف الحزب الآخر، وهذا التصويت يدعى تصويت العقاب، أي أنهم الشعب يريد أن يعاقب في هذه الحالة حزب المحافظين، ويعتقد الشعب أنه لن يكون الوضع أسوأ إذا ما غيرنا حزب المحافظين بحزب العمال، وهذه إمكانية واحتمال قائم لا شك. يعني ما فشل فيه 3 رؤساء للوزراء، هل يمكن أن ينجح فيه حزب العمال؟ وهل الأزمة هنا تتعلق بالأشخاص المسؤولين دكتور مكرم، أم بالسياسات الموجودة في بريطانيا، أم أزمة ربما لا يملك أحد حلها؟
لا طبعا هناك حلول، ولكن الموضوع يتعلق بضرورة عودتنا إلى الفترة التي أو الانتخابات، انتخابات 2010، عندما نجح تقريبا حزب المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون في الانتخابات. صحيح أنه أجرى ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الليبراليين برئاسة نيكولاس كليج، وبالتالي أصبح كليج نائب ديفيد كاميرون. ولكن بعد ذلك عندما أقر ديفيد كاميرون في حزيران 2016 إجراء استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بالبريكسيت، عندها بدأت الأزمات تتلاشى مما كنا نعرفه سابقا، ولذلك وأخذت يمكن القول بأن كاميرون هو من ورط البريطانيين بالبريكزيت، يعني هو هو أراد ببساطة الحصول على مكاسب من البريكزيت. لا هو بصراحة طبعا تعليقك مهم جدا، ولكن أعتقد أن ما حصل هو كاميرون أراد أن يرمي كرة القرار للشعب، لأنه عرف تماما أنه من على يمينه المتطرف هناك بوريس جونسون، والذي أدار حملة البريكزيت من وسط حزب المحافظين، والذي أراد طبعا أن يصبح رئيسا للوزراء. وإلى يمين بوريس جونسون كان طبعا هناك من كان رئيس اليوكيب واسمه نايجل فراج، وهو شخصية متطرفة وقفت في رأس حزب يميني متطرف جدا. فبدلا من أن يقوم ديفيد كاميرون باتخاذ قرار بقرارة نفسه، قال لا، أنا أعيد الكرة إلى الشعب. الآن في هذه العملية، عندما طرحوا الاستفتاء في حزيران 2016، الجميع يعرف الآن أنه كان هناك تلاعب سياسي نفسي في أوساط بعض البريطانيين. لذلك فإن نسبة الحسم كانت نسبة بسيطة، أقل من 2%، أولئك الذين صوتوا مع الخروج. منذ ذلك الحين طبعا حصلت كثير من الأمور، منها قدوم تريزا ماي كرئيسة للحكومة وفشلها، وبعدها بالتأكيد قدوم بوريس جونسون وفشله، والآن قدوم ريشي سونك والذي سيفشل أيضا. ولكن هذه مسألة المعادلة التي لا نفهمها هو أن الحكومة ضد الإضرابات، وفي نفس الوقت هي ضد زيادة الرواتب ومع رفع الضرائب. لماذا يغيب الحل في هذه المعادلة يعني، وتبدو بأنها حتى غير منطقية؟ هناك على سبيل المثال ما يسمى في بريطانيا بالقفل الثلاثي، المقصود به زيادة المعاشات التقاعدية وفق أعلى معدل بين يعني هذه الخيارات الثلاث التي يمكن أن نتحدث عنها. إذا ذهبت الحكومة على سبيل المثال إلى زيادة المعاشات بنسبة 11% للمتقاعدين وفق القفل الثلاثي الذي نتحدث عنه دكتور مكرم، إذن هو إقرار بأن بقية الفئات، فئات المجتمع البريطاني، يعني تحتاج إلى زيادة الرواتب أيضا. فهي ضد الإضراب وضد الزيادات، ما الحل برأيك؟ نعم طبعا، هو قبل أن نشير إلى الحل نشير ما هي سياسة هذه الحكومة. هذه الحكومة ومنذ بالتحديد منذ أن اعتلى بوريس جونسون سدة الحكم أو دفة الحكم، أخذت هذه الحكومة أو كل حكومات حزب المحافظين بتبني سياسات رأسمالية ضد مصالح العمال والفقراء والطبقات الكادحة. هذه مسألة واضحة. أنا ممن أسمو آنذاك عندما بدأت جائحة الكورونا، أنا أسميتها بحرب الكورونا، لأنها كانت إضافة إلى أنها كانت حربا صحية، هي بالأساس كانت حربا اقتصادية. هم أرادوا التخلص من الطبقات الفقيرة والمسحوقة ومن الضعفاء، وهذا ما حصل نسبيا. وبعد ذلك، وإن رأينا أيضا الخروج من البريكزيت كان أيضا لأسباب اقتصادية ولترابط مع الولايات المتحدة الأمريكية ولوعود ترامب لبوريس جونسون بالاتفاقيات الاقتصادية الكبيرة جدا، لا بل الخيالية. وبعد ذلك الآن أيضا
أتانا ريشي سونك. ومن هو ريشي سونك؟ ريشي سونك صحيح أنه يأتي من خلفية هندوسية هندية، ولكن هذا كله فقط بلون البشرة، لا علاقة للون بشرة. ولكن بعيدا عن ذلك هو أيضا من أصحاب اليقات البيضاء، ربما هو لم تماما ما... يشعر بما يعاني به المواطن البريطاني. تماما هو ذلك ما أردت قوله. ريشي سونك هو عبارة عن رمز، لا بل أداة للرأسمالية والطبقة البريطانية الاقتصادية الحاكمة، ولا يأبه على الإطلاق، لا بالعاملين ولا الكادحين ولا الطبقات الوسطى ولا في الطبقات الفقيرة. هم ليسوا هنا ليخدموا الشعب البريطاني والمجتمع البريطاني، هم هنا لكي يخدموا حسابات بنوكهم واستثماراتهم وكل أرباحهم التي يخططون لها. لذلك فإن الحل الوحيد هو الانتظار إلى مرحلة معينة يقوم بها رئيس حزب العمال سكير ستارمر، إلى طبعا جانب بعض أعضاء حزب المحافظين المتمردين على سياسات الحكومة والذين يريدون البقاء في مقاعدهم أو الانتخاب لدورة أخرى، أن يقوموا بإسقاط هذه الحكومة وأن تذهب بريطانيا إلى انتخابات جديدة. عندها كما يبدو سيخسر حزب المحافظين هذه المعركة، وعندها سيأتي الحل. لأنني لا أذكر أستاذتي الكريمة ولكن في أن هذا الوقت ستتضخم الأزمات والمشكلات سيد مكرم، دكتور مكرم. ولكن نختم بهذا المثل الإنجليزي الذي يقول: الدافئ يظن الجميع مثله. ربما ينطبق هذا المثل عن الوضع في بريطانيا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا دكتور مكرم خوري مخول، الأكاديمي المتخصص في العلاقات الدولية، كنت معنا من كامبريدج. شكرا جزيلا لك. إذن في هذه المتابعة رصدنا كافة المستجدات على الساحة البريطانية، حاولنا أن نقرأ ما بين سطور قرارات الحكومة البريطانية، مأزق كبير يقع في حزب المحافظين، محاولات وتساؤلات عن دور حزب العمال في معالجة الأزمات إذا تم بالفعل تسلم السلطة. شكرا جزيلا لكم، ونلقاكم في جولات أخرى، تابعونا.